ان شاء الله ما تؤاخذني يا عمي ابو جميل، انا عبد مامور. خذ بصملي هو. لك عمي انا على ايش بدي ابصهم؟ على اللي قلته. لك يا عمي انا شو قلت لي؟ شو قلت؟ قلت الله ما قتلته. والله يشهد علي ربي ما قتلته، والله ما قتلته. يا عال ابصملي على هالحكي. هات لشوف. ايه انا على هذا الكلام ببصم. انا بعرفه لغازي افندي بده يعمل لي مشكله مشان يعلي لي مشنقتي قدام العالم، بعرفه. والله يخرب بيتك يا عمي. ان شاء الله ما تاخذني يا ابو جميل، انا مو طالع بايدي شيء. والله مو هاين علي اللي عم بيصير فيك. بعرف والله، بعرف انت ما دخلك، انت ما دخلك. يا عيني عليك، ابصم لي هون هلا. راح ابصم، بس بالاول بتقول عند ابو عامر وبتحكي له كل شيء صار معي. ايه بتأمر امر ابو جميل، بتأمر امر. يلا وين هو؟ ايه هو هو. واذا اعتزت اي شيء انا حاضر. يعطيك العافية يا سيدي، يعطيك العافية. الله يخرب بيتكم. سيدي زمان اللي يفهم لحتى أرى شو كتبت. أيوة، يعني قصدك تقول إنه ما رضي يعترف إنه هو اللي قتل الولاد؟ لا سيدي ما رضي. ماشي سيك، نقلع من وشي، نقلع.